يعرف كوكب الأرض أنشطة جيولوجية تشمل معظم سطحه وبشكل متفاوت، لكن هناك مناطق مأهولة تعتبر الأكثر تأثراً بفعل وجودها على أحزمة وتصدعات زلزالية تعتبر من الأكثر نشاطاً. ومن أبرزها الحزام الناري الذي يحيط بصفيحة المحيط الهادئ الذي تحدث فيه 80% من الزلازل على الأرض. ويمتد هذا الحزام على طول السواحل الغربية للأمريكيتين من تشيلي جنوباً إلى ألاسكا شمالاً مروراً باليابان والفلبين وخندق ماريانا وصولاً إلى نيوزيلندا. حزام القلب. ويقع في جنوب أوراسيا على امتداد 15,000 كيلومتر من سوماترا شرقاً وصولاً إلى المحيط الأطلسي غرباً عبر منطقة شبه جزيرة الهند الصينية وجبال الهيمالايا وجبال إيران والقوقاز والأناضول وحوض البحر الأبيض المتوسط. وتحدث فيه 17% من الزلازل في العالم وأكثرها دموية ودمارا مثل زلزال سوماترا الإندونيسية سنة 2004 الذي أودى بحياة 230 ألف شخص وزلزال باكستان الذي تلاه بعد سنة وقضى على 80 ألف شخص وزلزال تركيا وسوريا الأخير الذي أودى بحياة 42 ألف شخص في حصيلة غير نهائية. حزام منتصف الأطلسي. وتتركز الزلازل في سلسلة جبال وسط المحيط نتيجة تباعد الصفيحتين الإفريقية والأوراسية من جهة والصفائح الأمريكية الشمالية والكاريبية والأمريكية الجنوبية من جهة أخرى. وتعد جزيرة أيسلندا التي تقع في هذا الحزام الأكثر عرضة لخطر زلازله. لكن يمكن أن تحدث الزلازل في أماكن أخرى بعيدة عن الأحزمة الزلزالية كما حدث في القارة القطبية الجنوبية العام الماضي، حيث وقع فيها ما يقارب 85 ألف زلزال بسبب تغلغل الصهارة البركانية بشكل غير متوقع، وهي القارة التي تعرف بأنها الأكثر هدوءاً جغرافياً، بالإضافة إلى زلزال مدينة مدريد الجديدة التي تقع في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1812.